معاكم المرشح المحامي فوزي صقر فهد الصقر، مرشح مستقل. وهدفي بإذن الله تعالى أن أبذل المجهود في عملية الإصلاح وتصحيح المسار الديمقراطي وطرح المواضيع والاقتراحات من خلال التعاون والاحترام المشترك. برنامجي الانتخابي ينصب اهتمامي بحق الأولوية بأوضاعنا الداخلية لنرفع بعض العقبات والضغوط الأسرية وتحسين الوضع المعيشي بما يتناسب مع التطورات المستجدة، ووضع خطة استراتيجية واضحة ومحددة في عملية الإصلاح والتجديد والتطوير وتسريع عجلة التنمية، ونجتهد بطرح الاقتراحات والتشريعات القانونية التي تتواكب مع التطورات المستجدة والتغيير الحديث بما يعزز مكانة الوطن والمواطنين وإحقاق الحق والمساواة. وبإذن الله نبذل المجهود لمرحلة الإصلاح لنصحح ونشرع ونبني، ونتطلع في الإنجازات التي يطمح إليها الشعب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وعلى العهد ملتزمون بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.